حبايبي حبايبي بحبكم بحبكم، معاكم البروفيسير، هو البروفيسير، هو البروفيسير كرماليس استاذ اللغه الانجليزيه بالولايات المتحده الامريكيه، وحلقه خاصه جدا عن احتفالات امريكا باعياد الشكر في امريكا. والبروفيسير خلي بالك البروفيسير اول بروفيسير. امريكا معروفه انها دوله راسماليه، والراسماليه يعني كابيتاليزم، وكابيتاليزم جايه من كلمه كابيتا، كابيتا يعني راس المال، يعني تقدر تقول كده من يملك اكثر يساوي اكثر. ولكن الشعب الامريكي فنان، بيعرف يتعامل مع الحياه، مش بس كده بيعرف يتمتع بالحياه، يعني طول الاسبوع يفضل يطحن في الشغل. اه والله بقول لك، زي ما بقول لك كده بيطحن، بيصحى الصبح بدري عشان يشتغل طول اليوم، وينام بدري ويصحى بدري عشان يقدر يتأقلم مع الحياة. يعني تقدر تقول كده في الطحونة، طحونة، انت ترس في الرأسمالية، تشتغل جامد قوي. ولكن خلي بالك في حاجة اسمها الويك اند، نهاية الأسبوع، ونهاية الأسبوع الأمريكان يا بني آدم بقول لك الأمريكان فنانين، يتمتع بالحياة في الويك اند. الويك اند هو بيخرج الطاقة بتاعته عشان يعرف يتمتع بالحياة من الولايات المتحدة الأمريكية. وخلي بالك الحياة فن، فن، بس ازاي انت تعرف تتمتع بالحياة؟ يا إما تخليها حلوة يا إما تخليها وحشة، وانت اللي بتختار يا أبو خالو. الفكرة العامة في أمريكا أي مهاجر بيجي جديد يقول لك يعني ده هيعمل أفق فلوس، أو بمعنى أصح الناس هتستناه في المطار هنا ويديله أفق فلوس. آه ما هي دي الفكرة العامة لأي حد جديد في أمريكا. لا وغير كده أهله بقى بيبقى في البلد اللي هو جاي منها يقول لك بس ده رايح أمريكا بلد الحريات، يعني هيكبش بالبنك وهيبعت لنا الفلوس. خلي بالك الكلام ده خطأ، ملوش أي واقع من الصحة، ملوش أي واقع من الصحة. يعني أنت بتشتغل جامد عشان تعمل فلوس عشان تعيش كويس، لكن الاخر اللي هو عايش في بلدك دوت بيحسب ان انت عايش ايه ده؟ عايش اوف قص، عايش يعني في حياه تانية خالص، عايش في دنيا تانية خالص. لكن اللي ما يعرفش يقول فتل، فاللي بيعرف هو اللي بيجي يعيش هنا بيعرف اصل الحياه ايه. الشعب اللي انت شايفه ده حواليك ده بيعرف يتمتع بالحياة كويس قوي 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 قوي، بيشتغل جامد قوي عشان يعيش صح، عشان يعمل فلوس، عشان ما يسهرش كل يوم. مفيش هنا سهر كل يوم، مفيش. ده اللي إذا بقى انت كنت فاضي ودماغك فاضية، ولكن كله بيشتغل طول الأسبوع ويطحن عشان يتمتع بالحياة في آخر الأسبوع. في آخر الأسبوع، آه والله يا لولو بقول لك في آخر الأسبوع. اسمع الكلام اللي بقول لك عليه ده، ما بيقعدش على القهاوي لحد الساعة 2 و4 الصبح و5 الصبح، والدنيا مامي والدنيا خالو والدنيا توتو والدنيا عمو عشان أعيش. خد يا ابني ال 20 جنيه دول ترمي على القهوة عشان تجيب لك كوباية شاي اتنين يشربوا فيها، أربعة يشربوا فيها، أو خمسة تعزل سعاد عشان على كوباية مانجا وتفضلوا تمصمصوا فيها طول اليوم. اه والله زول لك كده ابو خالو. الاسترس عالي جدا في امريكا، الضغط النفسي عالي جدا في امريكا، يعني هتلاقي كله خلال الاسبوع كده مفيش حد فاضي لحد. يعني لو انت من النوع حضرتك اللي هو يعني دي عملت ودي سوت ودي راحت ودي جت وده عمل وده سوى، محدش فضيلك اصلا. لو انت من النوع اللي بيقعد مثلا مع ابو سمير وسوسو ودي حبلت ودي خلفت ودي عملت ودي راحت ودي جت ودي اشتغلت ودي عملت فلوس ودي ما عملتش، وبصي البنت دي حامل ولا لا، الله البنت دي متجوزه بقالها اسبوعين، بقالها شهرين، بقالها سنتين، الله مش حامل ولا ايه؟ طب هي بنت في ايه؟ هو الراجل ماله؟ طب ما يسحب مثلا حوضين ذره عشان يجيب العيال. هو البنت هو يا بنت الله يا بنت، هو الراجل في ايه؟ ويقعدوا معاها وياكلوا دماغه، هو انت ما جبتش عيال ليه؟ واكل دماغ هنا يا بختو، مفيش الكلام دوت، محدش فضيلك اصلا يتكلم معاك، كله في العالم بتاعه، لان امريكا
من ضمن ثقافتها وهي ثقافة البرايفسي. البرايفسي اللي هو الخصوصية، محدش فضيلك يا عمي، ده ممكن كمان خلي بالك يعني تتصل بحد ما يردش عليك. يعني بص كمان وصلت لإيه، مفيش حد فاضل حد يا بخته. مش دولة بقول لك رأسمالية، هي الفلوس يا معلم اللي بتتكلم. اسمع الكلام، الوقت هنا بفلوس، محدش فاضي للرغي ووجع الدماغ. عشان تنجح هنا في امريكا فلازم تتجنب باد باريز. باد باريز اللي هم رفقاء السوق. عشان تعلى قوي فلازم تنقي ناس حلوة، ناس تمام. هنا عالي تعلى فلازم تبقى very selective، يعني تختار الصح. هتختار الصح هتفضل طول عمرك صح. طب اخترت الغلط ايه اللي هيحصل لك؟ bad bodies will drag you to a big hole. ايه ده بروفيسير؟ يعني دول هيجيبوك كده الى حفره كبيره، وحفره كبيره في امريكا يعني المشاكل. فانت ابعد عن الغرب، خليك عالي، تبقى في التمام وتبقى في الصح. وطالما انت في الصح وفي العالي تعلى. خلي بالك برضو هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لازم تعرف كده surround yourself with high quality people. ايه ده بروفيسير؟ ده ايه ده اللي بتقوله ده بروفيسير؟ بص surround yourself with high quality of people. ايه ده؟ يعني حوط نفسك بناس ذو جودة عالية. نقي الصح، ابعد عن الواقع. ما هو القفص مليان يا بخته، القفص اللي فوق القفص حلو بس تحت القفص مفعص. فانت هتختار ايه؟ هتختار الحلو اللي فوق القفص ولا هتنزل لتحت القفص؟ وخلي بالك اللي بينزل لتحت القفص وتعود على المفعص يفضل طول عمره تعبان يا قلبي، تعبان يا قلبي. خلي بالك انت مع البروفيسير كارا مانيس استاذ اللغه الانجليزيه بالولايات المتحده الامريكيه. يلا love you all. Remember knowledge is power. المعرفه قوه مع البروفيسير.